يعني الوضع خطير جدا، ما يحدث في المستشفيات وما يحدث في مدارس اللواء هو تطبيق ممنهج لسياسة إسرائيل للأرض المحروقة، ولا يريد لا مشي ولا يريد حقوق إنسان ولا مجتمع غربي ولا حتى المظاهرات التي تنادي بنصرة فلسطين والقضية الفلسطينية، لا يهمه، هو يهمه فقط أن لا يرجع أو لا ينزل من على ما كان يخطط له بأنه سيحقق أهدافه الأمنية. هو عندما يفشل يضرب المدارس والمستشفيات، طيب. وعندما يفشل يضرب مراكز الإيواء والمخابز ومخازن المياه. هو ما فيش عنده أهداف محددة، وكل هدف في قطاع غزة يعتبره هدف لا يجب أن يتم خصمه. أفهم من كلام حضرتك دكتور ماهر أنك بتقول أن نتنياهو في خط لا عودة، يعني مش عارف يرجع عن قراراته برغم ضغوط بعض الوزراء في حكومته، وإن طال أمد هذه الحرب فلمصلحة من الكاسب؟ هو يريد إطالة أمد الحرب لأنه يريد أن يحقق مكاسب حتى ولو بالقضاء على القادة أو بما يسميهم الوزراء في حركة حماس أو العاملين في حركة حماس، فهو يعتبرهم أو يصور للشعب بأن هؤلاء هم المقاومين وهم الإرهابيين. يعني بالمختصر المفيد، كل طفل فلسطيني هو في نظر نتنياهو إرهابي، ولكن إطالة أمد الحرب هو يعتبرها في صالحه، ولكن هو ليس في صالحه لأن هناك خسائر على الأرض من الجنود في شمال غزة وفي غزة وفي كل منطقة في قطاع غزة. ده غير كمان ده غير الخسارة الاقتصادية في الداخل الإسرائيلي. المليارات والخسائر الاقتصادية والكساد وعدم انتعاش البورصة والأرباح، يعني ده شيء جانبي لأنه هو يعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعمه، فهذا الأمر الاقتصادي والمالي حطه على جانب. هو همه على حماس والقضاء على المقاومة ورد الاعتبار 7 أكتوبر، لأنه ما حصل في 7 أكتوبر كانت وسط مطار في جبين الجيش وفي جبينه الذي هو المتهم الأول والأخير على تلك الأحداث المشارة لطريقة اتهمه بأنه هو من تقاعف عن الدفاع عن إسرائيل في ذلك اليوم. سنرى في الأيام القادمة الأمور هتوصل لحد فين. دكتور ماهر الصافي المحلل السياسي الفلسطيني، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا.